إذا أصبت بإحصائية كلوية بالحقيقة فإنك أنت مانك الوحيد، لأن الإحصائيات والبيانات بتشير إنه المعدل في ارتفاع. فيا ترى ما هي الإحصائيات الكلوية وكيف ممكن نعالجها وكيف ممكن نتجنبها بالأساس؟ هلا أكبر إحصائية كلوية تم تسجيلها تخطى وزن الكيلو جرام وقطر 17 سنتي. هلا فعليا لما نقول حصية كلوية لا يعني انه تشكلت بسبب انه الشخص تناول حجر معين مثلا، وانما حصيات الكلية تتشكل داخل الجسم، وللأسف اخراجها كتير مؤلم. الحصيات الكلوية هي من اسمها كتلة صلبة من البلورات تتشكل في الكليتين او الحالبين او المثاني. ورح نعرض هلا صورة مبسطة بشكل سريع كيف هو مؤلف الجهاز البولي. بنلاحظ انه هو مؤلف من الكليتين، بعدين الحالبين، بعدين المثانة اللي وظيفتها تخزين البول، بعدين الإحليل، ثم لخارج الجسم. هلأ البول بيحوي مركبات معينة، منها الكالسيوم والصوديوم ومواد أخرى. وإذا كان البول شديد الحمضية أو القاعدية، أو إذا ارتفع تركيز هالمواد هي بشكل كبير، ممكن تتجمع مع بعض بتفاعل كيميائي بتشكل حصيات الكلية. طبعاً بالبداية بيكون حجم حصيات الكلية صغير، ولكن إذا ما عالجنا المشكلة راح تتراكم مع الزمن وراح يكبر حجمه. والنمو فعليا بيكون تدريجيا على مدار الاسابيع والشهور وحتى السنوات لحتى ما نوصل للحصيه الملحوظه اللي صار بدها فعليا علاج. مركب اوكسالات الكالسيوم هو الاكثر شيوعا اللي بيسبب حصيات الكليه وبيسبب حوالي 80% منها، وطبعا في مركبات اخرى كيميائيه بتسبب انواع اخرى اقل شيوعا من حصيات الكليه. حصيات الكليه ممكن انه ما يتم اكتشافه فعليا لحتى ما تبدا بالتحرك من الكليتين الى الحالب. فلما تتحرك حواف الحصية الخشنة راح تسبب بخدوش بجدران الحالب، بالتالي بصير في تنبيه عصبي لهذا النسيج وبينقل الألم الشديد للجهاز العصبي. هلا فعليا المشكلة الكبيرة هي لما يكون حجم الحصية كبير لدرجة انه بيمنع تدفق البول بالمجرى تبعه اللي هو الحالب، فبالتالي هو ممكن تسبب العدوى او التدفق الخلفي، يعني البول بيرجع للكليتين وبيلحق أذى بالكليتين. لكن فعليا معظم حصيات الكلية ما بتكون خطيرة وما بتكون كبيرة الحجم وما بدها عمل جراحي حتى، يعني بتخرج تلقائيا. والمعيار اللي بيحدد يا ترى هل حصية الكلية هي بدها عمل جراحي او لا هو قطر حصية الكلية. اذا كان حجم حصية الكلية اقل من 5 ميلي بهي الحالة غالبا الحصية بتخرج لحالها وما بدها تدخل جراحي. الدكتور بهي الحالة بيوصي المريض انه يشرب كميات كبيرة من الماء للمساعدة في تسريع عملية الخروج، ممكن كمان يعطي بعض مسكنات الألم. هلأ كمان ممكن إذا كانت الحصية أكبر من 5 ميلي بشوي إنه نعطي المريض بعض الأدوية اللي بتوسع مجرى الحالب، بالتالي بتساعد الحصية إنه أيضا تخرج بشكل تلقائي. هالأدوية هي فكرتها إنه بترخي العضلات المقبضة تبع الحالب، بالتالي بتوسع المجرى تبعه. أما في الحصيات اللي أكبر من هيك اللي بوصل قطرها ل 10 ميلي، فأحد خيارات العلاج هو التفتيت بالموجات الصوتية Sound Waves. التفتيت بالموجات الصوتية بيستخدم نبضات عالية الكثافة من الطاقة فوق الصوتية المركزة اللي بتستهدف الحصيات مباشرة. الزبدة بالنهاية النبضات بدها تخلق اهتزازات بداخل الحصية نفسها، بالتالي بتأدي لتفتيتها لقطع أصغر. هالقطع الأصغر هو يمكنهم العبور عبر الجهاز البولي بالتالي لخارج الجسم. لكن فعلياً انه صعق الحصية بالصوت ما بكفي اذا كانت الحصيات كبيرة جدا. في بعض الحالات المستعصية فعليا بيكون العلاج الجراحي او التوغلي ضروري. على سبيل المثال وضع انبوب داخل الحالب لتوسيعه، وممكن كمان للالياف البصرية انها تستخدم تصويب الليزر لتفتيت حصيات الكلية، وممكن ازالة حصيات الكلية ايضا جراحيا بدءا من شق في ظهر المريض. طيب كيف ممكن نتجنب او نقي نفسنا من حصيات الكليه ونطبق مبدا الوقايه خير من العلاج؟ هلا بالنسبه للاشخاص المعرضين للاصابه بحصيات الكليه راح يوصي الطبيب بشرب كميات كبيره من الماء، بالتالي بتمنع او بتقلل تركيز اوكسالات الكالسيوم والمواد الاخرى اللي قلنا بتتبلور وتشكل حصيات الكليه. وفعليا هون لازم الواحد يراعي نوع الماء اللي عم يشربه، بحيث انه ما يكون فعليا ماء مالح او انه ماء يعني في تركيز الاملاح فيه عالي. بالنسبه للاطعمه عندنا البنجر والسبانخ والبطاطا كمان يوصى التقليل منهم لانه بيحوى على الاوكسالات. هلا في نقطه حلوه هون، صح انه الكالسيوم هو يعتبر مكون من حصيات الكليه،
لكن فعليا تناول الكالسيوم مع الطعام يعتبر عامل ايجابي بالحد من حصيات الكليه، لانه الكالسيوم بيرتبط مع الاوكسالات بالقناه الهضميه، بالتالي الارتباط بيكون قبل ان تصل اوكسالات الكالسيوم للكليتين. بالنهايه هلا صار عندنا فكره كيف تتشكل حصيات الكليه وشو الاسباب الممكنه وكيف ممكن نقي حالنا من حصيات الكليه وكيف بيتم علاجها. اذا استفدت من معلومه فاعطي الفيديو لايك وانشر المقطع لحتى يفيد اشخاص اخرين. كان معكم اخوكم امجد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله.